بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هكلمكم عن المحاضرة بعنوان الهايبوبيتوتاريزم أو نقص إفراز الغدة النخامية. الأول لو هنتكلم عن البيتوتري جلاند، زي ما انتوا عارفين البيتوتري جلاند بتبقى موجودة في حاجة اسمها السلة تيرسيكا، ودي طبعا ممكن نشوفها في اللاترال فيو بتاع الإكس راي. في جنبها استراكشرز مهمة جدا، ودي من الحاجات اللي لازم تعرفوها، لأن هي لو حصل انلارجمنت للبيتوتري جلاند دي ممكن تعمل كومبريشن على الاستراكشر اللي حواليها، وده ممكن يعمل لي كلينيكال مانيفستيشن تبقى واضحة عند العيان. من أشهر الاستراكشرز الموجودة زي ما انتم شايفين أنا عندي الأوبتيك كيازما، والأوبتيك كيازما طبعا من الحاجات اللي هي طبعا لو حصل عليها كومبريشن بتعمل لي فيجوال فيلد افكت ان ذا فورم اوف باي تمبورال هيمي انوبيا. ممكن برضه حواليها كرينيال نيرفز، وطبعا الكافيرنوس ساينس، وممكن لو حصل كومبريشن ممكن يعمل لي طبعا اي ولاد إديمة وإيكوموزس. طيب طبعا البيتويتري جلاند ان كوميونيكيتنج ويز الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس اللي هو طبعا بنسميه اللي هو تحت مهاد المخ، ودوت طبعا من اللي هو بيبقى ليه كوميونيكيشن واضح مع البيتويتري جلاند، وبيسكريت حاجه اسمها ريليزنج هرمون تو ذا بيتويتري جلاند تو سكريت اتس ستيمولييتنج هرمون. ولو بصينا على الاناتومي هنقول ادي زي ما انتم شايفين ادي البيتويتري جلاند، ودي طبعا السله تيرسيكا، وده بالظبط نفس الشكل اللي بتشوفوه في اللاترال فيو بتاع الاكس راي. فوقيها زي ما انتم شايفين كده الاوبتيك كيازما، ودي طبعا عشان كده لما بيجي لي اي عيان انا شاكه ان هو عنده بيتويتري ادينوما او عنده اي مشاكل في البيتويتري لازم بعمل حاجه اسمها ايه فيجوال فيلد، وببص على الفيلد بتاع العيان فبلاقي ان بيحصل له حاجه اسمها باي تمبورال هيمي انوبيا، يعني ما بيقدرش يشوف على الناحيات ايه اللاترال فيو. وبالتالي ديت من الحاجات المهمه اللي لازم تعرفوها لما تعملوا اكزامينشن لاي عيان شاكين انه عنده بيتويتري ليجن. البيتويتري جلاند زي ما احنا عارفين ليها تو لوبس، في انتيرو بيتويتري جلاند وفي حاجه اسمها البوستيرو بيتويتري جلاند. الانتيرو بيتويتري جلاند ودي ساعات اللي بيسموها الماستر جلاند لانها تقريبا مسؤوله عن افراز معظم الهرمونز، سواء كانت بتشتغل دايركتلي على الاند اورجن او سواء كانت بتشتغل على انذر اندوكراينال هرمون تو سكريت الاند اورجن هرمون. البوستيرو بيتويتري جلاند ودي طبعا بتسكريت تو هرمونز اللي هو معروفين، سواء كان الانتي دايوريتيك هرمون اللي هو طبعا سواء حصل فيه ديفيشنسي بيحصل حاجه اسمها الديابيتس انسيبيدس، وسكريت الاوكسيتوسين. والاوكسيتوسين ده من واحد من الهرمونز المهم جدا في عمليه اللي هي الدليفري او البارتوريشن اوف ذا بيبي، وطبعا الاوكسيتوسين من الحاجات اللي هي برضو بتزيد بالسكلينج مع البريست فيدنج. الانتيرو بيتويتري جلاند اللي انا قلت عليها مسميها الماستر جلاند بتسكريت 6 هرمونز مهمين، فيهم 2 هرمونز دول بيشتغلوا على الاند اورجنز اللي هو طبعا عندي البرولاكتين وعندي ايه الجروس هرمون، ودول بيشتغلوا على طول على الاند اورجن. في عندي انذر هرمونز اللي هم بنسميهم الاستيميوليتنج هرمونز، والهرمونز دي المفروض انها بتشتغل على انذر اندوكراينال هرمونز اندوكراينال جلاند تو سكريت هرمونز اللي هم طبعا عندي اللي هو ال ACTH ودوت بيستيموليت الادرينال جلاند، الليتونايزنج هرمون اللي هو ال LH وده، والفوليكولر ستيموليتنج هرمون اللي هو ال FSH، دول الاثنين بيستيموليتنج الجونتس، والثيرويد ستيموليتنج هرمون ودوت طبعا بيشتغل على الثيرويد جلاند. الانتيرو بيتويتري الهرمونز بتاعها ليها باترن معين في السكريشن بتاعها، يعني السكريشن بتاعها ما بيبقاش على طول النهار زي بعض، في حاجه اسمها البلساتايل ماينر اوف سكريشن، ويمكن اشهر مانر اوف سكريشن انتوا تعرفوه اللي هو السيركيديان ريزم بتاع الكورتيزول. لو احنا بصينا على الكورتيزول ليفل هتلاقوا ان احنا لو جينا قسناه فهتلاقوا ان هو بيتقاس ليه وقتين مهمين جدا في اليوم بنقيس فيهم، في وقت فيهم بيبقى البيك بتاعه وده تقريبا دايما بيبقى في الايرلي مورنينج، وفي وقت تاني اللي هو بنلاقي ان السكريشن بتاعه اقل ما يكون وده دايما في الميد نايت. عشان كده لو بصيتوا دايما لو حد طلب تحليل الكورتيزول هتلاقي دايما يقول تحليل 9 الصبح و9 بالليل لان ليه دايورنال فاريشن، وبالتالي يبقى لازم نعرف ان دوت ليه باترن الاوف سكريشن. بعض الهرمونز التانية زي مثلا الجروس هرمون زي ما اقول لكم بعد كده ان هو برضو ليه باترن معين من السكريشن ما بيبقاش طول النهار زي بعض. الثيرويد هرمونز برضو من الحاجات اللي هي السكريشن بتاعها الصبح او ان ذا مورنينج بيبقى اكتر من الليل، وبالتالي يبقى السكريشن ما يبقاش طول النهار ذا سيم. حاجه تانية مهمه وخدتوا درستوها قبل كده في الفسيولوجي ان في حاجه اسمها الفيدباك ميكانيزم او الفيدباك كنترول اوف اندوكراينال هرمونز.
بمعنى ان انا عندي المفروض ان انا عندي ثلاثة ليفل من السكريشن بتاعة الهرمونز. الليفل الاول اللي هو ليفل الهايبوثالاموس اللي هو بيسكريت حاجة اسمها ايه الريليزنج هرمون، تمام، بيروح للبيتويتري تفرز حاجه اسمها الاستيميوليتنج هرمون، وهذه الاستيميوليتنج هرمون تروح للاندوكراينال اورجنز الثانيه تعمل لها استيميوليشن وتسكريت الايه الاند هرمونز. طيب لو خدناهم مثلا مثال مثال، يبقى انا عندي مثلا اول حاجه هكلمكم عليها اللي هو مثلا اتكلمنا على الادرينال جلاند. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا في الهايبوثالامس في حاجه اسمها السي ار اتش او اسمه كورتيكوتروفين ريليسنج هرمون. كورتيكوتروفين ريليسنج هرمون يروح على البيتويتري جلاند تستيموليت سكريشن لحاجه اسمها الايه اللي هي الاي سي تي اتش او الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. وعلى فكره لازم تبقوا عارفين ان المصطلحات دي يونيفرسال، يعني عادي لو انتوا استخدمتوها في الامتحان مفيش اي مشكله، لان دي مصطلحات متعارف عليها طبيا في كل الكتب بهذا الاختصار. يروح الاي سي تي اتش رايح للادرينال جلاند تو سكريت مين؟ الكورتيزول. لكن لازم تعلموا ان الادرينال جلاند مسؤولة عن سكريشن لهرمونز كتيرة جدا مش بس الكورتيزول. الأدرينال جلاند ممكن يحصل سكريشن للألدوستيرون الكورتيزول والأندروجينز، لكن الوحيد فيهم اللي هو أندر فيدباك ميكانيزم من البيتويتري هو الكورتيزول. لكن زي ما انتوا عارفين إن الألدوستيرون بيبقى السكريشن بتاعه بيبقى الاستيميوليشن للسكريشن بتاعه اللي هو مسؤول عنه مين؟ اللي هو الأنجيوتنسين سيستم، تمام، او الرينين انجيوتنسيس سيستم، ودوت طبعا بيتاثر بنسبه الصوديوم والبوتاسيوم، وبالتالي يبقى هو السكريشن بتاعه اندبندنت اوف الاي سي تي اتش. الكورتيزول المفروض ان هو بيعمل حاجه اسمها الفيدباك انهبيشن، يعني اول ما يزيد الكورتيزول في الدم يبدا يعمل انهبيشن للاي سي تي اتش سكريشن، تمام، وبالتالي يبقى انا عندي حاجه اسمها فيدباك ميكانيزم، ودي مهمه جدا عشان تعرفوا تقروا التحليل بتاع الهرمون تبقوا عارفين مين هو الهرمون مستواه كام ومستوى الاي سي تي اتش دوت كام، عشان اعرف لو كان في مشكله هتبقى المشكله عندي في البتويتر لو كان الاي سي تي اتش زايد، او المشكله عندي في الاورجن نفسه لو كان قليل. تمام، طيب هنبدأ بقى نقول what is hypopituitarism. hypopituitarism معناها ان انا حصل عندي deficiency او لواحد او اكتر من ال anterior pituitary hormones. طيب ايه اشهر الاسباب؟ الاسباب ممكن تكون عندي يا اما مشكلة في البيتويتري نفسها، يا اما مشكلة في الهايبوثالاموس، يا اما يحصل interruption في البيتويتري ستوك، او يحصل extracellular disorder. لو بصينا على اسباب البيتويتري ديزيزز، يبقى اول حاجه عندي اذا كان حصل ماس ليجن او بنسميها البيتويتري ادينوما، ولكن تعرفوا ان معظم البيتويتري ادينوما بتبقى هايبر فانكشننج، يعني بيبقى معاها زياده في الفانكشن، زي مثلا عندكم البرولاكتينوما بتبقى زياده في البرولاكتين، زي مثلا الاكروميجالي بتبقى بيتويتري ماكرو ادينوما. لكن في بعض البيتويتري ادينوماز بتبقى نون فانكشننج ومعظمها بتبقى ماكرو ادينوما، بمعنى ان هي بيبقى حجمها اكتر من اي سنتي، فممكن تبقى نون فانكشننج وتعمل لي كومبريشن على السيلز بتاعت البيتويتري فتعمل لي هايبو بيتويتريزم. ممكن طبعا البيتويتري سيرجري او البيتويتري راديشن او بعض الانفلتريتيف ليجن زي الليمفوسيتيك هايبوفايسايتس او الهيموكروماتوزيس، او يحصل انفاركشن للجلاند، ودي فيري كومن حاجه اسمها الشيهان سندروم، وده طبعا سندروم بيحصل ان مثلا متوصف على فيميل حصل لها بوست بارتم هيموراج، فنتيجه للسيفير هيموراج حصل سام سورت اوف اسكيميا في الجلاند فحصل فيها ارياز اوف انفاركشن، بدا يحصل لها هايبوبيتوتيريزم. بتبقى المانيفستيشن بتاعتها اول حاجه ان هي بتبقى عندها طبعا نقص في كل الهرمونز ومنهم البرولاكتين، فاول حاجه بنلاحظها اللي هي الانابيليتي تو لاكتيت، وبعدين ممكن تخش في مانيفستيشن سواء كانت الهايبوثايرويديزم او الاديسون، وطبعا يبقى عندها امينوريا. في حاجه تانية مهمه اسمها البيتويتري او بلاكسي، ودي معناها لو كان في عندي ادينوما في البيتويتري جلاند وحصل انسايد الادينوما هيموراج، فدي بنسميها بيتويتري او بلاكسي، ودي واحده من الايه الامرجنسيز اللي ممكن تحصل وتسبب لي هايبو بيتويتريزم. في طبعا ممكن يكون جينيتك ديزيزز، وممكن يكون في حاجه اسمها امتي سيلا سندروم، والامتي سيلا سندروم تحصل لو انا كان عندي ماس في البرين سواء كانت جرانيلوما زي الساركيدوزس وعملت لي بريشر افكت او كومبريشن على البيتويتري، فبدات يحصل تراكشن على المنجيس وبدات تسحبها من مكانها، فبدات السيلا ترس كتبان وكان مفيش بيتويتري جلاند، فدي بيسموها الامتي سيلا سندروم.
ممكن يكون عندي برضو بعض الهايبوسلاميك ماسز، زي ممكن يكون في ماس ليجن زي حاجه اسمها الكرينيو فرنجيوما، وده طبعا بناين تيومر وبيبقى فيري كومن في التشايلد هود، وده طبعا بيطلع من الريمننس اوف راسكس باوتش. طبعا الكرينيو فرنجيوما من الحاجات اللي هي ساعات اما كانتش عامله بريشر مانيفستيشن ممكن بتساب، مش في كل الحالات بنحتاج نعمل لها سيرجري. تاني سبب ممكن يكون الراديشن او الانفلتريتيف ليجن زي الساركيدوزيس زي ما انا قلت لكم، او اللانجر هان هيستوسايتوزيس، سواء كان بعد كده حصل تروما او سواء بعض الكرونيك انفكشن زي ايه التوبركلوزيس. كل دي اسباب عندي للهايبوبتيريزم. طيب لو بصينا للمانيفستيشن اوف هايبوبتيريزم، يبقى احنا قلنا الهايبوبتيريزم معناه ان ممكن يبقى عندي ديفيشنسي لهرمون او اكتر. اول هرمون ممكن يبقى عندي حاجه اسمها الجروس هرمون ديفيشنسي. تمام، انتوا عارفين ان الجروس هرمون المفروض ان هو بيبقى سيكريتد من البيتويتري جلاند او من الانتيرور بيتويتري جلاند. الجروس هرمون ما بيشتغلش دايركتلي على الابيفيسز، الجروس هرمون بيروح للليفر بيستيميليت الليفر تو سيكريت حاجه اسمها الانسولين لايك جروس فاكتور 1. الانسولين لايك جروس فاكتور 1 ده هو اللي بيروح للابيفيسز وبيبرموت حاجه اسمها ايه اللينير جروس. يبقى الطول بتاعنا من صغرنا لغايه ما نوصل للادلت هود يبقى دوت بيعتمد على ايه الجروس هرمون. طيب اذا الديفيشنسي بتاع الجروس هرمون هيختلف على حسب المرحله العمريه. يبقى انا عندي لو انا عندي حصل جروس هرمون ديفيشنسي في السن الصغير او في التشيلدرن، فهيبدا يبقى يحصل لي عندي ايه شورت ستيتشر، يبقى عندي الطول بيقل او يحصل لي حاجه اسمها ايه البيتويتري دوارف. طيب لكن لو حصل في الادلت، طيب الجروس هرمون زي ما انتم عارفين ان احنا بنقول ان هو بيعمل ايه، بيعمل لينير جروس. طب يا ترى هل هو بيفضل يتفرز لغايه ما نوصل ادلت بعد كده السكريشن بتاعه بيستوب مثلا؟ لا، هو بيمنتين سكريشن للجروس هرمون ليه في الادلت هود. اذا في الادلت هود بيبقى ليه وظيفه ثانيه غير اللينير جروس، وهي منتين الماسل بالك، ودي من الحاجات المهمه اللي هو بيعملها. فاذا لو حصل لي ديفيشنسي في الادلت هود يبقى ممكن يحصل لي لوس اوف ذا ماسل ماس، وممكن يبقى عندي ابدومينال اوبيزيتي، وممكن يبقى العيان يشتكي من الفتيج او ديكريزد الاكسرسايز توليرانس، وفي بعض الحالات بيبقى اسيمتوماتيك. الجونادوتروفين ديفيشنسي، طبعا الجونادوتروفين ديفيشنسي دوت طبعا هيبقى ياثر على ايه، ياثر على الجونتس. هيختلف طبعا البرزنتيشن بتاعه في السن، اذا كان برزنتيشن بتاعي جاي في السن الصغير حصل لي جروس جونادوتروفين ديفيشنسي في السن التشيلدرن، ففي الفتره اللي زي دي بيبقى عندي ايه، عندي بيحصل حاجه اسمها ديليد بيوبرتي، يعني بيبقى بيتاخر في الايه البلوغ، فبيبقى يحصل عندي لوس اوف سكندري سيكشوال كاركتر سواء كانت في الميل اور في الفيميل. تمام، طيب لو جه بقى في الادلت هود يعني في السن الاكبر، يبقى عندي يحصل سيكشوال ديسفانكشن، ممكن في الفيميل يعمل لي اولجومينوريا او امينوريا، يبدا يحصل لي فاجينال دراينس، ديسبارونيا، انفيرتيليتي. في الميل يبقى برضه نفس الكلام، يحصل لوس اوف ليبيدو، ريكتايل ديسفانكشن، انفيرتيليتي، وده طبعا ممكن برضه نلاقي يحصل ايه اتروفي في التستس في الميل، او يحصل الجاينيكو ماستيا، ده كلها سببها السكس هرمون ديفيشنسي. الـ ACTH deficiency، واحنا عارفين ان الـ ACTH بيستيميليت الادرينال جلاند تو سكريت الكورتيزول، فاذا هيبقى عندي حاجه اسمها الهايبوكورتيزوليزم، هيقل الكورتيزول في البلاد. طبعا الكورتيزول لما بيقل بيعمل لي حاجه اسمها الاديسونز ديزيز، يبقى العيان بيبقى عنده ماليز، عنده ويت لوس، ممكن يحصل لي انوركسيا، عندي يحصل لي جاسترو انتستينال ديستربنسز، وهو متميز بنقول دايما اتنين هايبو وواحد هايبر. الاتنين هايبو اللي هم الهايبوناتريميا اند هايبوجلايسيميا، بالعيان دايما بيشتكي من ريكرنت اتاكس اوف هايبوجلايسيميا هايبوناتريميا، والتالتة اللي هي طبعا يبقى تلاتة هايبو اللي هي التالتة اللي هي الهايبوتنشن، يبقى هايبوتنشن هايبوناتريميا هايبوجلايسيميا، وعندي الوحيدة الهايبر اللي هي بيحصل معاها هايبر كاليميا. تاني حاجة بيحصل بيل كومبليشن، وديت هي دي علامة مهمة جدا، لأن هي الوحيدة اللي بتفرق لي ما بين إذا كان الكورتيزول هرمون ديفيشنسي ده ناتج من البيتويتري جلاند أو ناتج من الـ ACTH ديفيشنسي، ولا هو من ناتج من الديفيشنسي من الأدرينال جلاند نفسها. البيل كومبليشن ده بيبقى ناتج من ديكريز للميلانوسايت ستيمولتنج هرمون، والميلانوسايت ستيمولتنج هرمون دي واحده من الهرمونز اللي بتفرزها البيتويتري جلاند، ودايما بينزل مع الاي سي تي اتش ان كونجنكشن ويز الاي سي تي اتش سكريشن، وبالتالي لما بيبقى عندي الاي سي تي اتش قليل وبالتالي بيقل نسبيا الام اس اتش، وبالتالي يبدا يحصل بالور في السكان.
ودوت بقى لو احنا بصينا، لو الحالة نفسها عندي مشكلة في الادرينال هي اللي عملت لي ايه الاديسون ديزيز او ديكريز الكورتيزول، هنلاقي بقى العكس، هنلاقي الكورتيزول قليل بس هنلاقي الاي سي تي اتش ايه بدأت تزيد، مش الاي سي تي اتش قليلة. ليه؟ لان عندي الفيدباك ميكانيزم اتلغى ناتج للديفيشنسي بتاع الكورتيزول من الادرينال جلاند. في الحالة اللي زي دي هتلاقي ان يحصل هايبر بيجمنتيشن او ان يزيد البيجمنتيشن في السكن، سكندرلي زيادة الميلانوسايت ستيمولييتنج هرمون اللي هو بيبقى سيكريتد مع الاي سي تي اتش. في بعض الحالات ممكن نلاقي حصل الالدوستيرون بقى افكتد، ودي في الحالات السيفير لا يبقى يحصل الهايبوناتريمي اند الهايبركاليميا، لكن في الحالات اللي هي مايلد مودريت ممكن نلاقي الالدوستيرون ليفل كويس، لان احنا قلنا ان هو السكريشن بتاعه معتمد على الرينين انجيوتنسن سيستم مش معتمد على الايه الادرينال جلاند. التي اس اتش ديفيشنسي يعمل لي هايبوثايرويديزم، وزي ما انت هتاخده في محاضره الهايبوثايرويديزم المانيفستيشن بتاعتها سواء كانت طبعا الويت جين، الهير لوس، الاوبيزيتي، المينوراجيا، الكولد انتولرانس، البافنس اوف ذا ايز، كل دي مانيفستيشن اوف هايبوثايرويديزم. ولكن دايما اللي انتوا بتدرسوا اسباب الهايبوثايرويديزم الفيري كومن اللي هو الهاشيموتوس ديزيز، وده طبعا انتوا بتبقوا عارفين ان دايما بيبقى معاه جويتر. لكن في التي اس اتش ديفيشنسي سكندري لبيتويتري ديزيز يبقى بيحصل لي اتروفيك ثايرويد جلاند، ودي برضو من العلامه من العلامات المهمه جدا. في الحاله اللي زي دي بنلاقي ان التي 3 والتي 4 بيبقوا قليلين، وبرضو التي اس اتش بيبقى قليل، يبقوا الثلاثه بيبقوا قليلين، معناها بتويتري هايبوثايروديزم اللي بيسموها السكندري هايبوثايروديزم. البرولاكتين ديفيشنسي، واحنا قلنا المانيفستيشن بتاعته بقى انابيليتي تو لاكتيت، وده زي ما قلنا في حالات الشهان سندروم، ودايما دوت في اغلب بيبقى ايه الفيرست مانيفستيشن اوف شهان سندروم. طيب لو اتكلمنا على الكلينيكال برزنتيشن بتاعت الهايبوبيتويتريزم، يبقى احنا الكلينيكال برزنتيشن تختلف على حسب الايج اوف اونست، زي ما قلنا كده في الجروس هرمون بيختلف إذا كان حصل لي في التشيلدرن عن الأدلت، وزي برضو ما احنا قلنا في السكس هرمون أو جونادوتروفين ديفيشنسي، وقلنا إن بيختلف في التشيلدرن عن الأدلت، يبقى الإيج بيفرق معايا في المانيفستيشن. تاني حاجة الهرمون أفكتد، هل أنا عندي 1 هرمون أو 2 هرمونز، عندي السبيد أوف أونست والديوريشن بتاعت الديفيشنسي، ده كله بيفرق معايا في الكلينيكال مانيفستيشن بتاعت الهايبوبيتوتيريزم. طيب بشخص ازاي الهايبوبيتوريزم؟ عن طريق ان انا بعمل طبعا تحاليل، اعمل بايوكيميكال دايجنوزيس، وبعمل استيميشن للليفلز بتاعه الهرمونز في السيره. تمام، في بعض الهرمونز احنا ممكن نعملها على البيزال ليفل يعني في اي وقت، وفي بعض الهرمونز صعب ان انا اعملها في اي وقت لان السكريشن بتاعها بيبقى ليه فاريشن على مدار اليوم. وفي الحالات اللي زي دي بيبقى بنعمل حاجه اسمها البروفوكاتيف تيست. الحاجات اللي بعمل لها تحاليل او بعمل لها انفستيجيشن بيزل او بنسحبها بيزل ليفل زي ال LH وال FSH، سواء كان معاه التستوستيرون او الاسترادايول، TSH وال T4 وال ACTH والكورتيزول. يبقى انا عندي على البيز لاين ممكن اسحب ال LH وال FSH، ولازم تعرفوا ان ال LH وال FSH دوت برضو بيختلفوا على حسب قراءتهم على حسب السايكل، يعني لما بسحبهم بعد مثلا المنستريشن غير لما بسحبهم في الاند اوف ذا سايكل، يبقى القراءه بتاعتهم بتختلف. التي اس اتش والتي 4 بنسحبهم ات بيز لاين ات اني تايم، بس طبعا بيفضل ان ذا مورنينج. الاي سي تي اتش والكورتيزول دايما بنفضل نسحبهم زي السيركيديان ريزم بتاعهم، يبقى بنسحبهم الصبح وبنسحبهم بالليل، اللي هو دايما بنسحبهم بيقول لك 9 الصبح و9 بالليل. البروفوكاتيف تيست، عندي نوعين من البروفوكاتيف تيست، والبروفوكاتيف تيست معناها ان انا بعمل ايه؟ بعمل بروفوكيشن للهرمون عشان ازود السكريشن بتاعه، وبالتالي بشوف اذا كان الليفل بتاعه دوت ايه الماكسيمم ليفل اللي ممكن اوصله، ودوت بنستخدمه في بعض الهرمونز اللي ما اقدرش اعمل لها اسسمنت على البيز لاين. زي مين اشهرهم؟ اللي هو قلنا الجروس هرمون، وده هنشرحه دلوقتي. طيب لو انا عايزه اعمل ايدنتيفيكيشن للكوز بقى ايه السبب اللي عامل هايبوتريزم، يبقى لازم يا اما اعمل ام ار اي عشان اشوف اذا كان عندي ادينوما، اذا كان عندي انفاركشن، اذا كان عندي مثلا انفلتريتيف ديزيز، لازم اشوف البرولاكتين ليفل
لازم اعمل نسبه الفيريتين لو انا شاكه في عيان عنده هيموكروماتوزس، اعمل السيرم او السي اس اف اي سي اي لو انا عايزه اشخص ان العيان ده عنده ساركيدوزس يكون هو السبب. من البروفوكيتيف تيست المهمه جدا اللي احنا هنشرحها دلوقتي اللي هو حاجه اسمها الانسولين تولرانس تيست. والانسولين تولرانس تيست ده بروفوكيتيف تيست بيستخدم تو اسيس الجروث هرمون deficiency او ممكن تو اسيس الايه في حالات الادوسن او الكورتيزول deficiency. الجروث هرمون زي ما انتم عارفين من الهرمونز اللي هو ليه سكريشن باترن مختلف جدا عن بقيه الهرمونز، بمعنى ان هو ما اقدرش اسحبه ات اني تايم على البيز لاين. هو السكريشن بتاعه دايما بيبقى ليه اوقات معينه، ودايما بنقول ان هو بيبقى اكتر افتر 1 اور فروم ديب سليب افتر اكسرسايز، تمام، او لو كان عندي في الفاستنج ليفل، او لو كان عندي البيشنت او دخل في هايبوجلايسيميا، كل دول ستيميوليتنج للجروث هرمون. لكن لو انا سحبت جروث هرمون ات اني تايم مش هيديني اي ليفل كونكلوسيف اقدر اقول عليه ان هو الليفل بتاعه دوت كويس او قليل او زايد. وبالتالي عشان اقدر اسس ان الجروث هرمون دوت ديفيشنت او مستواه قليل، لازم بعمل فاستنج جروث هرمون، ولازم اعمل بروفوكيشن تيست بحيث ان انا اشوف الماكسيمم سكريشن اللي ممكن تحصل له قد ايه، عن طريق ان انا ادخل العيان يا اما ادخله في هايبوجلايسيميا، وديت هي الطريقه اللي احنا بنستخدم فيها الانسولين تولرانس تيست. يبقى الايم بتاعي من الانسولين تولرانس تيست ان انا عايزه ادخل البيشنت في هايبوجلايسيميا، وبالتالي الهايبوجلايسيميا لوحدها هتستيميوليت الجروث هرمون سكريشن، وبالتالي اقدر اسس الماكسيمم ليفل بتاعه. وبرده نفس الكلام ممكن نقيس بيه الكورتيزول ليفل، لان طبعا الهايبوجلايسيميا واحده من الحاجات اللي ممكن تزود نسبه الكورتيزول هرمون ليفل، لان هو الكورتيزول هرمون بيعتبر واحد من الاميرجنسي هرمون اللي بيزيد في الايه حالات الهايبوجلايسيميا. طيب التست دوت بيتعمل ازاي؟ اول حاجه ان انا بجيب المريض ولازم يكون طول الليل صايم، وبعدين بسحب له اول حاجه العينه اللي هي وهو صايم. ابدا طبعا ما ينفعش ان انا اعملها في معمل، لازم اعملها في مستشفى، لازم يكون في رقابه، لان طبعا التست ليه خطر كبير ان هو ممكن يدخل المريض في هايبوجلايسيميا، وديت ممكن تكون من الحاجات الفيتال. طيب طبعا لازم انسرت كانيولا، وتبقى طبعا محضر ايه جلوكوز انترافينوس او جلوكوز مركز، ومحضر هيدروكورتيزون، لان لو العيان دخل معاك في هايبوجلايسيميا لازم تلحقه بسرعه، عشان الهايبوجلايسيميا من الحاجات اللي هي بتعمل irreversible brain damage. الدوز اللي انا هديها كام؟ المفروض ان انا هدي 15 من 100 يونت بير كي جي. وهدي ايه الانسولين اللي انا هديه؟ هديه ريجولار انسولين، بديه في دريب، وابدا اقيس اسحب نسبه الجروث هرمون على الزيرو اللي هو المستوى الفاستنج في الاول قبل ما ابدا التست، وعلى بعد نص ساعة 45 دقيقة، بعد ساعة، بعد ساعتين. وممكن أوقف التست لو أنا عندي المريض دخل في significant hypoglycemia، أو لو البلاد جلوكوز تيست قل عن 45 ملي جرام بر ديسيليتر. الريزلتس اللي أنا متوقعها لو عندي الجلوس هرمون بتاعي كان أكتر من 20 أو كورتيزول أكتر من 550، يبقى أنا عندي التست هنا، يبقى هنا عندي نورمال جروث هرمون. لو اقل من كده يبقى انا عندي جروث هرمون ديفيشنسي او كورتيزول ديفيشنسي. ايه الكونترا انديكيشن؟ في حاجات مهمه جدا وحالات ما ينفعش ان انا اعمل فيها التست، زي مين؟ زي العيانين اللي عندهم اسكيميك هارت ديزيز، ودوت طبعا احنا عارفين الهايبوجلايسيميا من الحاجات اللي هي انديوس اسكيميا، ومن الحاجات اللي هي ممكن تعمل اريزميا. فلو عنده اسكيميك هارت ديزيز ده ممكن يحصل له اريزميا، ممكن تكون فيتال. تاني حاجة الإبيليبسي، لأن الهايبوجلايسيميا من الحاجات اللي بتعمل كونفولجن، وبالتالي أنا ممكن أدخله في سيجر، ودي طبعا من الحاجات اللي هتبقى خطيرة جدا. لو عندي سيفير هايبوبيتوتيريزم، بمعنى إن أنا كمان مش عندي جروث هرمون ديفيشنسي، ده أنا كمان عندي كورتيزول ديفيشنسي، وبالتالي في الحالة اللي زي دي ممكن العيان يدخل بسرعة مني في سيجنيفيكانت هايبوجلايسيميا، ويكون الكوركشن بتاعها صعب وممكن تكون فيتال. التريتمنت اهم حاجه ان احنا طبعا بندي هرمون ريبليسمنت ثيرابي، ايا من كان الهرمون اللي هو ديفيشنت المفروض ان انا بعوضه ب ريبليسمنت للهرمون دوت. المفروض ان انا بدي الهرمونز بجرعات تساوي الجرعات الفيسيولوجيكال، ما اديش اكسس دوزز عشان ما يحصلش ليا ايه كومبليكيشن. طيب هنعملها ازاي؟ اول حاجه انا عندي اف ان انا عندي العيان عنده اي سي تي اتش ديفيشنسي،
انا بقى مش بدي الاي سي تي اتش، المفروض ان انا بدي الاند هرمونز، يعني بدي مين؟ الكورتيزون. لازم تعرفوا ان اللي بيتكتب ادويه اسمه كورتيزون بالان، لكن اللي هو في الدم بيتقال عليه كورتيزول بالال. فبندي هو الكورتيزون. الكورتيزون ليه كذا فورمه، ممكن يكون هيدروكورتيزون، ممكن يكون بريدنيزون. الاكتر اللي احنا بنمشي عليه في المينتنس اللي هو البريدنيزون، المفروض ان انا بدي 7.5 مللي جرام بير داي، وبديه زي الفسيولوجيكال. يعني احنا بنقول ان هو بيزيد اكتر معدلات الكورتيزول في الفسيولوجي امتى؟ الصبح. يبقى بالتالي انا بدي الجرعه الصبح اللي هي التلتين والتلت بالليل، يعني بدي الصبح 5 مللي جرام وبدي بالليل 2.5 مللي جرام. طيب امتى ادي العيان هيدروكورتيزون؟ لو العيان دخل مني في امرجنسي او دخل في حاجه اسمها الاديسونيان كرايسيس، في الحاله اللي زي دي لازم العيان بيتحجز في المستشفى ولازم بدي الهيدروكورتيزون انجكشن لغايه ما البلاد بريشر يبدا يتصلح. طيب لو انا عندي تي اس اتش ديفيشنت والعيان عنده هايبوثايروديزم، في الحاله دي هدي الليفوثايروكسين وندي الجرعه بتاعتنا على حسب. لو كان طفل صغير بندي من 3 ل 4 مايكرو جرام بير كي جي، ولو كان ادلت بيبقى 1.2 مايكرو جرام بير كي جي بير داي. طيب لو انا عندي في هايبوجوناتروفيك هايبوجوناديزم او عندي سكندري 6 هرمون ديفيشنسي من البيتويتري، في الحاله اللي زي دي احنا بندي برضو، سواء كان بندي في الميل بندي التستوستيرون، سواء كان ان ذا فورم اوف انجكشن او كان ممكن سكين باتشز. في الفيميل بندي يا اما بندي طبعا الايه، بندي ممكن السي او سيز او الاورال كونتراسبتيف بيلز، او ممكن بندي الكونجوجيتد ايه استروجين. طيب لو العيان دوت سيكينج فيرتيليتي، لو هو طبعا عاوز تو بي فيرتايل في الفتره اللي زي دي، انا ما ينفعش ان انا ادي التستوستيرون نفسه او ان انا ادي الكونتراسبتيف بيل. في الحاله اللي زي دي ان احنا طبعا بندي الجي ان ار اتش او جونادوتروفين ريليسنج هرمون، بنديها طبعا ان ذا فورم اوف انجكشن تو ستيميليت الاوفيوليشن او تو ستيميليت السبرماتوجينيسيس علشان يحصل ايه، يحصل فيرتلايزيشن. الجروس هرمون ديفيشنسي طبعا احنا دايما بنحب نعوضه في التشيلدرن، لكن في الادلت عليه كلام، يعني في ناس تقول نديه وفي ناس ما تقول ما نديهوش، لان انتوا عارفين ان الجروس هرمون من الحاجات اللي هو ليه كومبليكيشن كتيره، زي هو ممكن مثلا يعمل لي دايابيتس، ممكن يعمل لي لوكيميز، وبالتالي عشان اديه في الادلت ده لسه عليه كويشن مارك. لكن في التشيلدرن المفروض ان انا بديه بجرعات من 2% ل 5% مللي جرام بير كي جي بير داي، وبيتاخد طبعا بالسبكوتينيوس روت. الفازوبريسن وطبعا انتوا عارفين ده اللي بيبقى الديفيشنسي بتاعه بيبقى بيعمل لي دايابيتس انسيبيدس، في الحاله دي ممكن بندي الديزموبريسن، ممكن ندي اورال او ممكن ندي انترانيزل تو افويد البوليوريا اللي بتحصل. وبكده ابقى انا خلصت لكم المحاضره وشكرا.